كرة طويلة للأمام يتسلحون بإرادة كبيرة بثقة عالية جدا لاعبي فريق ساوثهامبتون. قلت بأن الفوز في أنفيلد والتعادل في أولد ترافورد يعني الكثير لهم بطبيعة الحال. بوروك يلعب بالنار، بوروك يلعب بالنار وجه خطف الكرة. تفعل يا بوروك، ماذا فعلت يا بوروك؟ شوف اللقطة مرة أخرى، أراد أن يمر لكن النتيجة كانت مرة، كانت مرة يا بوروك. الله على جيرو، يلعب بالنار، لا تلعب بالنار، لا تحرق لك صبيعك، ستحرق مرماك. هدف للجانرز عن طريق جيرو، أو نقول بوروك في مرماه، لكن يحسب لأوليفيا أنه تابع الهتبة، أنه خطف الكرة وأنه بعد ذلك سجل في مرمى ساوثهامبتون. وبوروك عليه ألا يلوم أحد إلا نفسه، يندب حذر، يتحدث مع الحكم. المهم أن أرسنال في العلني.